السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتو؟ صحيح على باس. انا جيت عاوتاني بوصفه جديده احسن من الاخرى ان شاء الله باذن الله. يلا نوضو حداكو، لا بغيتو تكونوا جميلات ومتالقات. نبداو على بركه الله. لهاد الوصفه غادي نحتاجو الشوفان، الشوفان اللي شديتو طحنتو مزيان، وزريعه الكتان. زريعه الكتان حتى هي طحنتها، شديتها وطحنتها حتى هي مزيان. الماء طايب، الماء يكون طايب مزيان، غالي مزيان. بسم الله، جوج معالق ديال زريعه الكتان. غادي نكبوا عليهم الماء طايب غالي مزيان الماء. نخلطوهم، مزيان نخليوها كتطلق، تطلق مزيان. شوف انت، هو غادي نحتاجو جوج معالق شوفان. للفوائد ديالو غنيه عن التعريف، لا في الغذاء ولا في البشره. لاحظتوا انا كنستعمل الشوفان بزاف، حيت الشوفان عنده واحد النتائج عجيبه وجميله في البشره، كتبان في وقت وجيز جدا. واللي جرب الوصفات ديالي راه عارف. المطايب جوج غادي ندير لهم المطايب، نخليوهم يطلقوا مزيان. من بعد ما عصرنا الشوفان درناه في الماء طايب وخلينا حتى طلق مزيان وعصرناه، حصلنا على هذا المحلول اللي كيكون خاطر. خصو يكون خاطر، كل ما كان خاطر كل ما كان حسن، ما يكونش الماء غالب. وزريعه الكتان حتى هي عصرناها وثاني حصلنا على هذا المحلول ديالها اللي كيكون حتى هو لزيج. كل ما كان لزيج كل ما كان حسن. من بعد غادي نجيبو الكاكاو المر. الكاكاو المر اللي تا هو عنده فوائد كتير على البشرة، كيغذيها. نديرو جوج معالق صغار ديال الكاكاو المر، غادي مع بورين أمر نضيفو عليهم داك المحلول ديال الشوفان. والمحلول ديال زريعة الكتان. ومعلقة ديال المزهر، المزهر اللي يكون مقطر على اليد. كل ما كان طبيعي كل ما كان حسن. مزهر، مزهر ماشي ما ورد، مزهر اللي يكون مقطر على اليد. خلطو مزيان هادشي، خلطو حتى ما يبقاوش داك الحبيبات ديال الكاكاو والمر. هاد الوصفه راه رائعه جدا جدا رائعه، غير حيدوا العكس وحداكو نوضو اعتنيو بالبشره ديالكم. راه البشره بحال الجسم، كل ما اعتنيتي بها كل ما بانت النضاره والصفاء والجمال ديالها. يلا البنات حداكو، جي تخليو حتى يقرب العرس ديالكم عاد تبداو ديروا في الماسكات. من دابا بداو حداكو، واللي مزوجه حتى هي تحداك. يلا نوضو نوضو حداكو، نوضو نوضو نوضو. هادي هي الوصفة. ديرلها بحال هكا في الوجه، حسن كتكون زوينة. كل ما كانت قاصحة تكون حسن، يعني كل ما كترتي من الشوفان ولا من زريعة الكتان غادي يكون حسن. ونعمرو بها الوجه ديالنا مزيان.
عمرو بحال هكا مزيان 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 مزيان، حيت راه زوينه وصحيه وطبيعيه وكلشي فيها زوين بحال هكا مزيان، حتى الريحه ديالها زوينه، تلقى الريحه ديال الكاكاو والمر ومظهر ريحه زوينه بزاف. خلي واحد تنشف تنشف على خاطرها، وفاش نحسو بيها كتنشف فيما نحسو بيها كتنشف، نبقاو نديرو بحال هكا في البشره ديالنا دوائر بحال هكا نديرو في البشره ديالنا، وماشي مشكل واخا نوصلوها حتى لحدا العين في منطقه الجفون، راه ما ماشي مضره مزيانه بالعكس، فيما نحسو بيها كتنشف نديرو بحال هكا دوائر، ومنين تنشف نغسلوها وغادي تلاحظي الجمال على البشره ديالك، تشوفي كيفاش البشره ديالك رجعت صافيه. شوفي كيفاش البشره رجعت صافيه ونقيه من اول استعمال، كترجع البشره صافيه وبيضاء ونقيه وزوينه بزاف. البنات غينوضوا توكلوا على الله وبداو. الى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله، وما تنساوش نديرو صطيد الماء ونغسلو وجهنا، ما نخليوش الماء كيضيع. يلا بسلام عليكم، تهلاو في راسكم.